طيب خلينا نعمل تراجع. طيب عايزين نعمل ترس هنا بحيث اول ما دي تتحرك يبدأ يحرك لنا الموضوع دوت. عايزين نضيف ترس اهوت. ما تحطش ترس جنان هنا، هنحط ترس اهوت اهو، حط ترسان جواه ماشي. ونشوف بقى كده ايه يعني لما نيجي بقى نعمل سيلكت على الجزء دوت، على الميه دي اهي وعلى الميه دي اهي. الميه بقى المفروض تنزل تيجي على الترس، تحرك الترس دي بدأت تحرك شوية اهو. شوية الترس ده بقى يتحرك يولد طاقة ويبدأ بقى ينور لنا البيت بتاعنا اهو. بس الميه نزلت اهي، خلينا نشوف تحت تحرك الترس اهو. نعم ولا صعب وتيجي الترس ده اهو.